مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في فقراتنا الأسبوعية من برنامج مال وعمال، معكم إسماعيل حماد. بالأرقام والنسب والإحصائيات، مصر بتثبت كل يوم إنها نموذج اقتصادي صاعد بقوة ومبشر للغاية. إنجاز جديد بتحققه مصر على صعيد سمعتها الاقتصادية بدخولها قائمة مجلة الإيكونومست العالمية كثالث أفضل دولة من حيث النمو الاقتصادي حول العالم. ده بيحصل في وقت تراجع فيه التضخم في السوق المحلي إلى أدنى مستوياته من حوالي 3 سنين. مصر النهاردة في بؤرة اهتمام المستثمرين الأجانب اللي عاوزين مناخ أفضل وجدوى اقتصادية أكثر نفعاً لاستثماراته. تفاصيل أكثر عن مستجدات الوضع الاقتصادي لمصر على خريطة الاستثمارات العالمية هنتعرف عليها النهاردة من ضيف حلقتنا اللي بيشرفنا في الاستوديو، الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. نبدأ من تصنيف مصر كثالث أفضل دولة من حيث النمو الاقتصادي من مؤسسة الإيكونومست العالمية. مين هي مؤسسة الإيكونومست العالمية؟ تمام. ودلالة هذا الترتيب اللي دخلته مصر إيه ومقارنة بالفترات اللي فاتت؟ طيب، هي الإيكونومست دي تعتبر مجلة اقتصادية لها موقع وليها نقول بوابة بترصد الاقتصاد العالمي بشتى دول العالم بشكل كبير جدا. الإيكونومست وضحت إنه مصر النهارده بتحتل المكانة الثالثة على مستوى النمو الاقتصادي العالمي اللي هو بتحقيق 5.6%. تأتي في الترتيب بعد الصين اللي هي الأولى في حدود 6.4%، يليها الهند 5.8%، مصر بتحقق 5.6%، بعدين الفلبين وبتتقدم على الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول. وده بالنسبة للربع الأول من عام 2019، أي أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق معدلات نمو هي الثالث على مستوى العالم اقتصاديا. طبعا ده يعتبر إنجاز، هو ده تقرير صدر على الإيكونومست بيوضح في الدول أو معدلات النمو الاقتصادي داخل الدول. ما تحقق لدى الدولة المصرية هو ليس بجديد، هي تعتبر هذه ليست الإشادة الأولى. نحن من قبل كان لدينا إشادات من صندوق النقد الدولي، من البنك الدولي، من مؤسسات التصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني المصري مع نظرة مستقبلية إيجابية متطلعة لمزيد من الاستثمارات. الإيكونومست دي تمثل بؤرة اهتمام العالم من خلال صناديق الاستثمار، من خلال شركات اللي بتستثمر على أنحاء العالم، من خلال المستثمرين، من خلال نقول القطاعات العالمية اللي بتدرس أي استثمارات على في دول العالم كلها. فمعنى تواجد مصر بهذه الكيفية، بهذه المعدلات النمو، ده دليل جاذب للاستثمار لمصر في الفترة القادمة. إذا ربطنا ما بين الإشادة الأخيرة أو ما بين الترتيب اللي دخلته مصر كثالث أفضل اقتصاد في العالم من حيث معدلات النمو وجاذبية الاستثمار، بالإضافة للتقارير الأخرى أو التقييمات الأخرى اللي تصدر عن مؤسسات ائتمانية عالمية. تمام. مؤسسات التصنيف العالمية يعني حضرتك متابع في الفترة الأخيرة، طبعاً حركت التصنيف لمصر من عالي المخاطر إلى تصنيف إيجابي. صحيح. وبنظرة صحيح. مستقبلية. صحيح. إيجابية. ده ممكن ينعكس ازاي على جذب الاستثمارات الاجنبيه للسوق المصري خلال الفتره اللي جايه؟ مصر خلال ال3 سنوات الماضيه تحسن المؤشر التصنيفات الائتمانيه اللي صدر عن مؤسسه فيتش ومؤسسه مودس ونفس الكلام مؤسسه ستاندرد 6 مرات. احنا كنا بنتحول من تريبل ماينس تريبل سي الى النهارده بنتكلم في بي بوزيتيف او بي موجب، ودي تعتبر مكانه جيده جدا مصر لم تصل اليها الا في عام 2007 وعام 2008. اذا التحسن والتحول في التصنيف الائتماني ده طبعا مع نظره مستقبليه ايجابيه، معنى ذلك ان الاقتصاد المصري قادر او لديه قطاعات نمو في خلال الفتره القادمه. ده معناه ايه؟ معناه ان ده انه بتدي مؤشر للمستثمر الاجنبي او العربي او المستثمر المصري ان هذه الدوله يعني جيده، بيئة خصبة للاستثمار، بتؤكد على جذب مزيد من الاستثمارات، وجودها على خريطة الاستثمارات العالمية بشكل جيد، وده انعكس بشكل إيجابي على حجم الاستثمارات. احنا كنا الاستثمارات الأجنبية في مصر في عام 2014 وعام 2015 كنا في حدود 4.6 مليار دولار، النهارده احنا بنتكلم في 7.8 مليار دولار. إذا
يكاد يكون زادت حجم الاستثمار بنسبه 85% 90% تقريبا. طبعا ده استثمار مباشر، عندنا استثمار غير مباشر سواء كان تعاملات الاجانب في البورصه المصريه، سواء كانت شراء الاجانب في اذون واستثماراتهم في اذون وسندات الخزانه اللي بتصدرها الدوله المصريه كل فتره، فده معناها انه في تاكيد ان الاقتصاد المصري اقتصاد واحد. وده ايضا كان هناك اشاده وكان هناك ترتيب لمصر، مصر هي الاولى افريقيا على مستوى جذب الاستثمارات ومعدلات النمو في شمال افريقيا، مصر الثانيه على مستوى الدول العربيه تاتي بعد الامارات العربيه المتحده في جذب الاستثمارات، لكن احنا رقم اثنين بعد الامارات صحيح، لكن احنا رقم واحد على مستوى الوطن العربي في مساحه وكيفيه وقطاعات الاستثمارات. وهنا نختلف، لان في الاخر الامارات العربيه لها كل التقدير والاحترام، لكن المساحه والامكانيه في جذب الاستثمارات لها معدل معين ولها نسبه معينه لا تستطيع ان تتجاوزها. التضخم تراجع الى ادنى مستوياته صحيح حوالي 3 سنين. هنعرف راي حضرتك عن اللي حصل في مؤشرات التضخم وانعكاساته على الوضع خلال الفتره اللي جايه بعد فاصل قصير، تابعوا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه، ونكمل كلامنا عن اهم المؤشرات الاقتصاديه وماذا بعد الاصلاح الاقتصادي. كلامنا كان قبل او سؤالنا كان قبل الفاصل عن التضخم، هل تراجع التضخم الى ادنى مستوياته خلال 3 سنين مؤشر على مدى قوه الاصلاح الاقتصادي في مصر؟ بلا شك، احنا التضخم وصل في يونيو 2019 8.9، احنا كنا في يونيو 2018 كنا 13.9، يعني تقريبا انخفض بنسبه 5% تقريبا. لا ده احنا عن الشهر الماضي لو شهر مايو، ويمكن ده كان في حجم الاستهلاك اعلى، حجم الاسعار لان كنا في رمضان، كان حجم التضخم فيه تجاوز ال 13%، فاذا برضه انخفضنا عنه بحدود 4.2. انخفاض معدل التضخم دليل اكيد على توافر السلع، اكبر العرض اكتر من الطلب، معنى ذلك ان حجم الناتج القومي بيزيد، معنى ذلك ان في وفره في الانتاج ووفره في المصانع والشركات داخل الدوله المصريه بشكل كبير جدا، فطبعا ده دليل على تحسن الاداء الاقتصادي، وان مصر ما زال يعني احنا في الطريق الصحيح للاصلاح الاقتصادي بشكل كبير. دليلنا ان كافه المؤشرات الدوليه وكافه المؤشرات الاقتصاديه المصريه سواء كان في تصنيف ائتماني سواء كان في معدل نمو، احنا النهارده بنتكلم في معدل نمو حققناه بالفعل 5.6%، ومتوقع خلال الموازنه العامه المصريه اللي بدا العمل بها منذ حوالي 14 يوم تقريبا 1/7/2019 وهينتهي العمل بها في 30 يونيو 2020 ان احنا هنحقق في حدود 6.2% معدل نمو. معدلات النمو الزياده، حجم الانخفاض معدل العجز في الموازنه العامه، علاج التشوهات الاقتصاديه اللي كانت بتعاني والخلل الهيكلي اللي كانت بتعاني منه الموازنه العامه المصريه تدريجيا، على الاقل ان احنا بقالنا سنتين بنحقق فائض اولي في الموازنه العامه المصريه، ومعنى فائض اولي ان حجم ايرادات الدوله المصريه يغطي كافة المصروفات والإنفاق بما فيها الدعم بما فيها الأجور بما فيها كل الاستثمارات الحكومية بما فيها كل شيء فيما عدا بند واحد لو حجم الدين أو قيمة قسط وفوائد الدين المستحقة على الدولة المصرية. فمعنى ذلك إن احنا قادرين إن احنا نعدل من المسار الاقتصادي المصري، ان احنا باذن الله في الطريق الصحيح لتعديل النسب النمو بشكل اكبر، وده هيعود على المواطن المصري فيما بعد. هل التحسن اللي بيحصل في التضخم يعني بالاضافه الى انه طبعا له تاثير على الناس في الشارع، لكن كمان من ناحيه ثانيه المستثمر طبعا من ضمن الحاجات اللي بيبص عليها هي معدلات التضخم. التراجع في التضخم مع الريتنج او التصنيف الافضل الاقوى للاقتصاد المصري، ده بينعكس ازاي في عيون المستثمرين الاجانب؟ بينعكس بان تكون مصر دوله جاذبه للاستثمار، بينعكس في ضخ مزيد من الاقتصاد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري. وهنا بنتكلم على نوعين، النوع الاولاني اللي هو الاقتصاد المباشر او الاستثمار المباشر في مشروعات داخل الدوله في شركات ومصانع بيتم فتحها، ودي زي ما قلت قبل كده انها زادت بحدود 7.8 حققناها بالفعل، وباذن الله متوقع على نهايه 2020 نكون حققنا سنويا في حدود من 10 ل 11 مليار دولار. طبعا هذا رقم كبير، والاستثمار في حد ذاته ليس هدف، الاستثمار وسيله لجذب
فتح أسواق جديدة، فتح زيادة معدلات التشغيل، تقليل معدلات البطالة، أزود الناتج القومي، أزود المعروض من السلع والخدمات داخل الدولة المصرية بشكل كبير جدا، هيكون حافز ليا لزيادة الصادرات المصرية. النهاردة الدولة المصرية حققت معدل صادرات 28 مليار دولار. يعني احنا بنأمل وفقا لخطة مجلس الوزراء بإذن الله خلال 3 سنوات القادمة يكون وصلنا بحجم الصادرات المصرية ل 55 مليار دولار. عشان أصل لده لازم يكون عندي شركات، يكون عندي مصانع كتيرة، يكون عندي مناطق استثمارية ومناطق حرة تستطيع من خلالها أن أنا أطلع منتج مصري أصدره للأسواق العالمية بشكل كبير وأفتح أسواق في نفس الوقت. فده بينعكس على التضخم، احد الاسباب، لانه النهارده المستثمر لما بيجي احنا دايما نقول راس المال جبان، هو راس المال حكيم. انا مش هاجي في مكان الا ما يكون في استقرار سياسي واقتصادي وده متوفر. لازم يكون عندي بيئه تشريعيه جاذبه للاستثمار، مؤهله للاستثمار، وده حصل بالفعل من خلال قانون الاستثمار القانون 76، وايضا حصل من خلال قانون الاستثمار 72، وحصل من خلال قانون هيئة التنمية الصناعية والتراخيص الصناعية 15 سنة 2017، والتعديلات اللي تمت على سوق المال المصري وعلى قانون الشركات الأموال اللي هو قانون 59 سنة 81. تهيئة المناخ والبيئة التشريعية ده معدل قوي. التضخم بيساعدني في حاجة واحدة، بيساعد ان المستثمر بيجد ان السوق المصري قادر على استيعاب السلعة بتاعته، لان انت بتتكلم في سوق كقوامه أكتر من 100 مليون مواطن، بالإضافة إلى إتاحة التصدير للخارج. فوجود التضخم أو انحصار التضخم ده معناه أن السوق المصري قادر على مزيد من البيع أو حركة التبادل التجاري الداخلي. في وجود منطقة فيها مشاكل سياسية وعسكرية ويمكن كمان اقتصادية، أزمات بتواجه الأسواق الناشئة، عندنا السوق التركي، عندنا الأسواق زي الأرجنتين وغيرها. صحيح. مشاكل دي كلها ممكن تكون نقطة في ظل الإصلاح اللي اتعمل في مصر، إنه بتصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري، يكون أكثر جاذبية ويكون مصب للاستثمارات الأجنبية في السوق المصري. بالفعل النهاردة الدولة المصرية هي الدولة الوحيدة في المنطقة العربية، طبعاً يعني احنا يعني بنأسف لذلك، إن يكون هناك أكثر من 7-8 مناطق فيها اضطرابات سياسية واقتصادية بشكل كبير. ليبيا، بنتكلم في الجزائر، بنتكلم في السودان، بنتكلم في لبنان، بنتكلم في اليمن، بنتكلم في سوريا، في العراق. كثير من الدول العربية للأسف فيها أزمات اقتصادية حقيقية واضطرابات سياسية أيضا واضطرابات عسكرية، لكن في الآخر بتكون مصر هي الجهة الوحيدة أو الجهة يعني اللي بتكون منوره كده على خريطه الاستثمار العالمي. ده معناه ان مصر قادره على جذب المزيد من الاستثمار. النهارده الاستثمار نوعين، استثمار مباشر اللي اتكلمنا عنه والاستثمار غير مباشر اللي هو في الاسهم وفي ادوات الدين. وهنا لازم نتكلم ان البورصه المصريه لازم التحسين او القواعد القيد في البورصه المصريه. ليس من المعقول ان تكون البورصه المصريه فيها 200 شركه فقط مقيده او 230، احنا بنهدف ليكون على الاقل عندنا 1000 شركه، يكون هناك يعني دعم حقيقي للبورصه المصريه وزياده الشركات فيها، وان يكون ادعمها من خلال النهارده برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. فاضل له نقطه واحده او فاضل له جزء اخير اللي هو الاطروحات اللي هتتم على البورصه المصريه. فاحنا بنتكلم انه المفروض خلال السنه القادمه ان تكون البورصه المصريه عدلت من قواعدها، عدلت من إمكانية جذب مزيد من الشركات اللي موجودة، يكون بيتم طرحها لأطروحات الحكومية. نتكلم في 23 شركة هيتم طرح نسب من 5% قد تصل إلى 25 و30%. فطبعا إحنا محتاجين تكون هناك عوامل دعم للبورصة المصرية وقواعد القيد داخل البورصة المصرية بشكل جاذب. أيضا إن أنا أقلل على مستوى الاستثمارات المباشرة، يعني احنا بنتكلم كمان على مستوى الاستثمار المباشر، وده من ضمن الحاجات اللي بيحتاجها الاقتصاد. الاستثمارات المباشره في جذب الاستثمارات الشركات، وان انا ازود الصادرات المصريه، وده عامل مهم جدا. النهارده في ظل يعني انخفاض العمله المصريه، انه استطيع يكون فتح مع فتح اسواق جيده وكبيره. حضرتك تقصد تقول انخفاض العمله المصريه مقارنه بما مقارنة قبل الاصلاح الاقتصادي؟ طبعا مقارنه بما قبل الاصلاح الاقتصادي ومقارنه بالعمله الدولار. النهارده انا محتاج ان انا افتح اسواق جديده، وده الدوله المصريه بتسعى فيه جاهدا، ان احنا بنكون فتح اسواق كبيره خاصه في السوق الافريقي بشكل كبير، لا سيما بعد ان الرئيس المصري
الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده اصبح هو رئيس الاتحاد الافريقي، والدعم اللي بتوجهه مصر لافريقيا بشكل كبير، فاستطيع ان انا بزياده الصادرات هيكون مدخل لزياده الاستثمارات المصريه ومن ثم الدخل المصري. عندي سؤال مهم عن تقييم للسياسات اللي سيطرت على التضخم، لكن هناخد الاجابه من حضرتك بعد فاصل قصير، تابعونا اعزائي المشاهدين. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه، وسؤالنا كان قبل الفاصل كيف يمكن تقييم السياسات التي سيطرت على التضخم؟ التضخم في مصر كنا في وصل لذروته او قمته اكثر من 35% في يوليو 2017 بعد ما مصر بدات سياسات الاصلاح الاقتصادي في عام 2016 بدا التضخم والزياده بشكل كبير، زادت الاسعار في وصلت لغايه يوليو. بدات الدوله تاخد مجموعه من الاجراءات، يمكن اهمها الدوله اخذتها سعر الفايده بدا يرتفع قليلا عشان يمتص او نسحب حجم السيوله من السوق المصري، وده كان يعني راي او كان رأي بيدعمه معظم الاقتصاديين في الدولة المصرية، بالإضافة إلى سياسات أخرى، سياسات السوق المفتوح اللي تبعتها الدولة المصرية إنها تزود المعروض داخل المعروض، عشان أزود المعروض يزيد عن الطلب، بمعنى إن الدولة دخلت في بعض السلع كمنتج موجه أو تاجر موجه، فتحت الأسواق بشكل كبير جدا للمنافسة بشكل كبير، إن قللت نوع من أنواع الاحتكار الخاص ببعض السلع عشان ما يتحكمش تاجر أو منتج لبعض السلع بشكل كبير. ويمكن أكبر مثال ذلك لو بصينا عليه الأسمنت. الأسمنت احنا كنا وصلنا لذروته وصل ل 1400 و1500 للطن، بدأ بعد دخول الدولة كمنتج وبدأت إن الدولة أعطت تراخيص لبعض الشركات إنها تفتح لمصانع الأسمنت، النهارده حققنا فائض في صناعة الأسمنت بشكل كبير. مصر بتنتج سنويا اكثر من 60,000 طن، 60 مليون طن من الاسمنت، بنستهلك 54 مليون طن، ويبقى عندنا الوفر ده بيتم تصديره للخارج. فالسياسات الانفتاحيه اللي تبعتها الدوله المصريه، رقابه الاسواق وفك خيوط الاحتكار لكثير من السلع، اسعار الفايده، يمكن دي العوامل اللي سيطرت بها الدوله المصريه. ثلاث سنين من الاصلاح الاقتصادي، انا عايز بالارقام احنا كنا فين وبقينا فين؟ طيب هنمسك الاصلاح الاقتصادي المصري، احنا بدأناه في 2016 بمجموعه من السياسات النقديه، السياسات الماليه، السياسات الضريبيه والتشريعيه بشكل كبير. بدأت تتوغل الدوله المصريه او السياسات دي في اصلاح في الدوله المصريه. لا عايزين المصرية. عايزين انعكاس بالارقام. انعكاسها نقول معدل النمو المصري كان في عام 2015 16 4.2%، النهارده بنتكلم في حققنا على ارض الواقع 5.5%، ومتوقع خلال العام المالي الحالي ان نكون نصل لاكثر من 6%. الاحتياطي النقدي اللي احنا كنا بنتكلم فيه كان وصل لحدود 16.5 مليار دولار، النهارده احنا بنتكلم في تجاوز ال 44.3 مليار دولار، بزياده كبيره. حجم الدين الداخلي والخارجي مقارنه بالناتج القومي الاجمالي كان وصلنا لاكثر من 103% في عام 2015، النهارده بنتكلم في حدود 89% من حجم الناتج القومي الاجمالي. نفس الكلام معدلات التضخم اللي كنا بنتكلم فيها في حدود 32 و35 زي ما كنا بنتكلم في 2017، النهارده بنتكلم في اجمالي حجم التضخم في مصر 13%، وشهر يونيو الماضي حققت الدوله المصريه 8.9%. نفس الكلام معدل البطاله، كنا بنتكلم في معدل البطاله تجاوز 13.5%، النهارده معدل البطاله حققته الدوله المصريه في حدود 10%، ومتوقع باذن الله خلال العام القادم او العام الحالي مع نهايته هنكون حققنا معدل بطاله اقل من 9%. فدي يمكن دي اسرع او اهم المؤشرات الاقتصاديه، بالاضافه الى التصنيف الائتماني اللي ذكرناه، احنا كنا ماينس بي في 2016، كنا قبل كده في ماينس ده اللي هو سي. تفسيره بس للساده المشاهدين هو عالي المخاطر. عالي المخاطر طبعا كنا في عالي المخاطر. عالي المخاطر دي معناها انه محدش يروح هناك. محدش يروح هناك كاستثمار، كلفه الاقتراض من الخارج بفايده اعلى، ان احنا كنا بنستلم بفايده اعلى، الصندوق النقدي الدولي ما كانش يقدر يتعاون معاك ويدي تمويل للدوله المصريه، وكنا بنسعى لتمويل مصر تتحصل عليه قيمته 4.8 مليار دولار في عام 2013 وعام 2012 لم نصل اليه، ولكن استطعنا بسياسات الاصلاح الاقتصادي وضع وشتة الاصلاح الاقتصادي اصبح المؤشر عامل
ازاي بالظبط؟ مؤشر ايجابي مع جذب استثمار، فكلفه الدين قلت الاقتراض من الخارج، بالاضافه الى جذب الاستثمارات، بالاضافه الى نقول تعاون الشراكات الاوروبيه. هل صحيح المستثمرين الاجانب لما بيشوف تقييمات هذه المؤسسات بياخد بناء عليها فعلا قرار يروح طبعًا يستثمر في دوله او ما يروحش؟ طبعا احنا بنتكلم على المؤسسات الاستثماريه والشركات وصناديق الاستثمار الاجنبي الكبرى، دول ما بيتحركوش كده، ما بيتحركش الى الدول يعني عفويا، لكن بيتحرك بتقارير بتجيله، بيطلع على تقارير صندوق النقد الدولي، على معدلات النمو الداخلي الدوله، على اهم القطاعات اللي هي يتم الاستثمار فيها بشكل جيد، نفس الكلام مؤشرات وتقارير البنك الدولي، مؤسسات التصنيف الائتماني، عشان يكون فكره او يحط اكتر من بديل قدامه للاستثمارات، ويشوف القطاع اللي هو عايز يستثمر فيه ده معدل نمو داخل القطاع نفسه قد ايه في الدوله دي مقارنه بالدول الاخرى، وفي الاخر بيدي القرار الاستثماري الاستراتيجي الخاص بيه انه يخش بالاستثمار بحجم قد ايه. ايضا اهم العوامل اللي بتساعده في اتخاذ القرار خروج الاموال مره اخرى، ويمكن ده قانون الاستثمار الجديد وضح هذا الموضوع في سهوله دخول وخروج الاموال من الاستثمارات الاجنبيه بسهوله داخل من خلال الميزان التجاري بدا يميل في بعض تعاملاتنا مع بعض الدول لصالح مصر. صحيح. الفضل هنا بيرجع لايه؟ هل للي حصل في سعر الصرف؟ هل اللي حصل في قطاعات التصدير بدات تنشط؟ الصناعه المحليه بدات تزيد؟ يعني الميزه جايه منين؟ ثلاث عوامل. ولا الواردات قلت؟ ما بالظبط، ثلاث عوامل. يمكن اولها انخفاض الواردات المصريه. فاتوره الواردات المصريه كانت بتصل ل 85 مليار دولار. النهارده احنا بنتكلم قبل الاصلاح الاقتصادي. قبل الاصلاح الاقتصادي، النهارده بنتكلم في فاتوره واردات في تتراوح من 55 الى 60 مليار دولار سنويا. طيب الفرق ده جه نتيجه ايه؟ انه الدوله حطت مجموعه من القيود اللي قللت ما يطلق عليه الاستيراد العشوائي. اللي اصبح اللي كان معاه 10,000 دولار 20,000 دولار وبيطلع يجيب ربع كونتينر من الصين او يبيع اي كلام كده فارغ، لا كل ده قلت المعدلات بتاعته، واصبحت هناك استيراد للوازم مستلزمات الانتاج بشكل كبير، وايضا تقليل الاستيراد اللي هو نقول عليه العشوائي. فده جزء. الجزء الثاني الصادرات المصريه نتيجه انخفاض قيمه العمله المصريه مقابل الدولار ساعد في زياده حجم الصادرات المصريه بشكل كبير. يمكن العنصر الثالث اللي هو الاستراتيجيه اللي بتتبعها الدوله المصريه لزياده الصادرات، وايضا ان انا ازود حجم الاستثمار داخل الدوله المصريه. تمام. في دقيقه قبل ما نختم حلقتنا النهارده لان الوقت خلاص ازف يعني، توقعاتك ايه في الفتره اللي جايه بعد ما مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي؟ اعتقد ان ده هيأثر بشكل ايجابي على الواردات المصريه الخارجيه بشكل كبير، لانه كان جزء كبير مصر بتستورد منه الغاز والبترول والمشتقات البتروليه، بالاضافه ان باذن الله مع انخفاض قيمة الدولار مقابل العملة المصرية وتحسن صفة العملة المصرية هيحسن الاقتصاد المصري مع معدلات النمو اللي تتوقع أن تكون في حدود 6% بإذن الله. أعتقد ده هيزود حجم الاستثمار وجذب الاستثمارات المصرية، معنى ذلك أن معدلات البطالة متوقع أنها تقل بشكل كبير، وتحسن الحالة الاقتصادية للمواطن المصري بإذن الله. يمكن احنا تكلمنا عن جزء بسيط جدا من المؤشرات الاقتصادية، ما زال فيه كثير، لكن طبعاً وقت حلقتنا انتهى. وفي نهاية حلقتنا النهاردة بشكر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية على تشريفه لينا النهاردة. شكرا. ونشوفكم حلقة جديدة الأسبوع القادم من مال وأعمال. إلى اللقاء. We'll be right back.